بحال هالقعدة مع الحباب؟ ان شاء الله هي لو كان تدوم، وخلو شملكم مع لمة الحباب الطيب افئام ملموم. حبابنا حباب لمة الحباب وين ما كانوا، نقولكم بونيكوت. ياه مون استوار 2013. ياه مون استوار ما صدتش الكلمات كيفاش نعبر، تلمون بير تيربي صولو مع روحي ومضر. على جدي دو زون جافي با بيري افيك ما مير، وريت لي طريق الخير وقالت لي فوالا طون بونور. سيتوياسيون فاميليال ما تعجبش كوز، دي مامون جامي تفاسيو من لا ميموار كوز. ايماجيني ان مرت حارب جال وليدها صغير، ذا قتل مر ساكريفات باش يكبر في خير. سون اوبجيكتيف ما يخصو والو مالغري ما عندهاش، وندري نبيع حياتي باش الدمعة ما يشوفهاش. علاش دي سيزون دخلت للبريمير رفت فوق الكبير، سورتو كي يشوف دراري مع باباهم صح نغير. دخل الكلاسة قلبي صراولو بزاف لي بليسور، كي يشوف لي زيلة فرحانين سيري الدمعة تسيل. يصرالي بوك زيد كومبلكس نولي نشوف فلو، ليماج تتبدل تغيظني عمري قاست ني في الفون. تخمامي روح بعيد المونك نتاعو ما حملتوش، وعلاش دايما في الخرجة تاع البريمير ما نصيبوش. نعرفو غير في تصاور فاس فاس ما شتوش، كنت حاب نسمع ونقول لي واش وليدي ما سمعتوش. كي ندخل للدار مور راف سيتي شوف نجم من نجوم اغنية الراب اللي راهو حاضر معنا مباشرة في راديو لمة الحباب طيب اف ام، والمعروف امسي مجهود اللي نرحبوا به معنا ونقول له مساء الخير عليكم. مرحبا بك معنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قعده تاع لمه الحباب، وبيك بيك ديدي كاس القلم اللي يسمعوا فينا. مرسي عليك خويا امسي مجهول، واش راك خويا لاباس؟ والله غير نحمد ربي، وش حبيتني نقول لك مرحبا بك كما يقولوا عندنا في استوديو خلويتشو برود، وتحياتي دائما للمستمعين الكرام. الله يسلمك الله يدوم عليك الهنا والنور ان شاء الله. اذا امسي مجهول، انت يا ما عندكش بزاف في الساحه الفنيه، اولا قبل كل شيء نسقسيك عليها، كيفاش جاتك تسميه امسي مجهول؟ امسي مجهول كما يقولوا هي بون كما يقولوا عند عامه الشعب، كما يقولوا المستمعين اللي هم يسمعوا فينا كي يسمعوا امسي مجهول. كاين بزاف ناس زعما قالوا لي انت كيف امسي مجهول وداير لنا كما يقولوا تصويرتك في الغنه، راك شايف؟ بصح انا كيما يقولوا ما بريسيزيتش كيما يقولوا ليماج تاع ويتشي، باسكو دوك فاهمك كيما يقولوا. باغ اكزومبل انايا خيرت امسي مجهول على حسب كيما يقولوا بالك كاينه عفسه في قلبي، كاين بزاف صوالح كاين غير انا نعرفهم والاخرين ما يعرفوهمش، راك شايف؟ في بلاص لي زعما نقولوا امسي مجهول، ولا كاين بزاف ناس يقول لك امسي مجهول وما حتى وليت امسي معروف كي وليت تغني. مي نو ليسونسيال حبيت نفهمهم باللي امسي مجهول مش على جلوتشي، على جلوتشي كاين في داخل امسي مجهول. ان شاء الله اخويا امسي مجهول. اذا بلاك المستمعين راهم حاضرين معنا وما يعرفوش شكون هو امسي مجهول، واش تقدر تقول لهم؟ امسي مجهول رابر ان صح القول 21 سنه يقطن بولايه البليده، هذه هي نورمالمون. واش يقدر يقولنا امسي مجهول على البداية الفنية تاعو، كيفاش كان الظهور تاعو خصوصا في نوع الراب وماشي في نوع واحد اخر؟ اذا الظهور في نوع الراب بدا الا وهو في حومة من الحومات البوليدية اسمها لا فونتين سيتي، حيث كما يقولوا من كان كاين جروب اسمه بليديان ثوغز، وبيك بيك ديدي كاسل تيف كبليديان ثوغز اللي راهو قاعد معنا اليوم. الجروب هذا تاع بليديان ثوغز هما كما يقولوا بون الجروب هذا كاع صحابي، راك شايف؟ دوكا كيما يقولوا تا كي تخرج تتلاقى بصحابك عباليش انا تروحوا تقصروا وكذا من عليك، انا هادو صحابي كيما يقولوا كاع يغنيو كاع في كيما يقولوا في الميدان تاع الراب هذا. بار اكزومبل تروح تبات معاهم ولا دائما كيما يقولوا سيجي واحد يدور الراب، راك شايف؟ وكيما يقولوا حبه 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 كيما يقولوا حتى طب تعرفت بالراب هذا وعجبني. نتمنى لك ان شاء الله طولة العمر ليك والامسي مجهول شخصيا ان شاء الله. اذا ما عندوش بزاف من اللي خرج البوم يحمل عنوانه هو كولوار نوار وفيه 14 اغنيه، واش تقدر تحكي لنا عليه؟ البوم كولوار نوار هو كيما يقولوا ما هو الا شيء قليل كيما يقولوا من الخدمه اللي خدمناها، باسكو خرجنا بزاف اغنيه اوليو دوك نبقاو نتلقوا لهم بالغنيه بالغنيه بالغنيه. هيا خيرنا قلنا والله غير نسميو البوم نديرو البوم اسمه كولوار نوار ونتلقوا في انترنت، لا بروف تلقناه باطل في سيرتي لا شارجمون في ميديا فاير.
نتمنى لكم ان شاء الله دائما المزيد من التألق والنجاح. من بين الاغاني الالبوم كان اغنية انا شخصيا عجبتني بزاف واللي هي واسمها مونيستوار، وكذلك المستمعين دوموندوها بزاف، يعني موش عشرة بزاف غاشي تلموا اللي عجبتهم. واش تقدر تحكي لنا على بالذات على هذيك لا شانسون؟ اذا هذيك لا شانسون تقدر تقول الموسيقى تاعها الانسترو على جهة جواه هكاك 4 تاع الصباح درت هذاك الانستري وبديت نسمع فيه. في البداية بديت كتبت هكا مون استوار، ومن بعد عاود قلبت كاع مون استوار. بديت زعما شغل حاب نحكي على واحد حبيبنا حرق، راك شايف، وكيما يقولوا بلا رضاية الوالدين. ومن بعد كيما يقولوا ما فهمش كيف، قلت انا دوكا نبقى نحكي على حكاية السيد، نسي نحكي حكايتي. مالغري كو انا كي كتبتها وطلقتها كيما يقولوا ماكش داير في بالي بلي تلقى النجاح هذاك، باسكو دوك نفهمك، باسكو حكايتي دوك شكون هذا راح تهمو الحكاية تاعك، راك شايف. فينالمون صد بلي كاين بزاف ناس راهم يعانيو ومن واش عانيت انايا، وبافتخار نقولها سيكري خبيت 21 سنة طلقتو في غنية نورمال صافي بليزير. ان شاء الله نتمنى لك دائما النجاح، وان شاء الله امسي مجهول يبقى قلبك دائما بيض مفتوح. اذا الراب كما تعرف نوع موسيقي تفاعلي للشباب، وهو عباره عن رساله او واقع عايشينه. كيفاش امسي مجهول يتم اختياره للاغاني؟ كيفاش يتم اختياره للاغاني؟ الا وهي سا ديبون بون الواقع اللي انا عايشينه، هي من الواقع اللي انا عايشينه تشوف واش تغني. وثاني كيما يقولوا الموسيقى تلعب دور كبير. دوك بار اكزومبل انا ندورو في انترنت ونصيبو انسترو، كي تصيب انسترو سا ديبون كيفاه ينسبيريك الانسترو هذاك، وسا ديبون كيفاه تكتب عليه. وكي تبدا تكتب تبدا كيما يقولوا توشك تشوف وشك عايش وشك تشوف وشك كيما يقولوا فوالا ابيبري هكايا. نشوفوا بلي كاين بزاف فنانين في مختلف الطبوع، الراي ولا الراب او غيرها من الطبوع، يديروا سكسي في البوم وزوج وما يزيدوش يبانوا. يا هل ترى امسي مجهول واللي راه في البدايه الفنيه تاعو اسكو او خايف من هذا الشيء ولا لا؟ لا هي باش نقولوا راني خايف من هذا الشيء ولا لا، دوك سا ديبون، ما نقدروش نعرفوا واش كاين في كيما يقولوا في المستقبل، ولكن نتمناو كيما يقولوا نروحوا بعيد في هذا الفن هذا تاع الراب. وكيما يقولوا حبيت نقول بين قوسين كاين بزاف ناس لك تهضر عليهم، كاين بزاف ناس يعتقدون كيما يقولوا بانهم دي رابور، ولكن كيما يقولوا صح القول ما يعرفوش واش معناتها الفن الموسيقي. راك شايف خويا دوكا كي يبدا يغني هو من بعد يحبس في البدايه يكون داير في بالو بلي ودي السيد هذا يصلح لهذا الفن تاع الراب، ومن بعد يتحلى بلي هو ماشي تاع هذا الفن يحبس. سي تو طافي نورمال خويا، راك شايف. معليش حنا نتمنى لك ان شاء الله ما تحبش ودائما نجاح مورا نجاح. اذا ما هي مشاريع امسي مجهول المستقبليه؟ مشاريع امسي مجهول المستقبليه نورمالمون يقعد سكري، ولكن باذن الله ما بقاش بزاف بيك بيك دي كاز دائما تلي اف كابليديان فيكس كاين كليب نورمالمون كليب ما بقاش نورمال، ففي هذا أسابيع أو في هذا الشهر بالك إن شاء الله بربي لكملناه نورمالمون تلقوا كليب تاع واحد الأغنية اسمها سونتام. وعن قريب إن شاء الله ثاني كاين بزاف مشاريع أخرى لكم المفاجأة. دائما نكونوا على اتصال بالباجا تاع إم سي مجهول باش تعرفوا كاع واش كاين واش ما كاينش. وإن شاء الله نتمناو الكليب نتاعك ولا أي جديد نتاعك يكون عندنا حصريا في راديو نمت الأحباب الطيب أف أم. ما كاينش مشكل حبيبي، نبعث لك فار ميساج وبارطاجي. إن شاء الله ميرسي بيان عليك. إذا كلمة أخيرة حاب يقولها إم سي مجهول للمستمعين واللي حبوه من خلال ميكروفون راديو نمت الأحباب الطيب أف أم. كلمة أخيرة هي أولا بيك 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 دي كاسل كاع اللي راهم يسمعوا فينا، ما تنساوش ديروا جام. هذه باينة دائما يقولها لكم على بالي، ديروا جام بارطاجي وخليونا لي كومونتير. ثانيا دي كاسل كاع الناس اللي حبوني، دي كاسل كاع لي فري، دي كاسل كاع الحباب، دي كاسل لاباج بليديان ثوكس، دي كاسل لاباج ايجل فيجن برودكشن خلويتشو برود، ام سي مجهول باج اوفيسيال، ديديكاس لكاع الحباب لي فري ولي زوم، وديديكاس ليك اللي ما يحبونيش وبيك ديديكاس ليك حبيبي. ميرسي بوكادي حبيبي طيب على بالي، حبيبي طيب في قاعده لمت الحباب، وديديكاس لكاع الناس اللي يسمعوا فينا. هذا واش نقدر نقول لهم، مام هما يسلموا عليك ورم تشخفين باش يستناو الجديد نتاعك. نشكرك بزاف بزاف ام سي مجهول على المقابله اللي تريناها اليوم، وكذلك على خفه الروح الظل نتاعك، ونتمنى لك شراء المزيد من التالق والنجاح ان شاء الله حبيبي. يعطيك الصحه ولنا لقاء كما يقولوا في يوم من الايام ان شاء الله. ان شاء الله اخويا، مع السلامه.
بابا تحنين افري 2002 بديت نكبر روالة في الحال خرجت من الظلمة شوية باش تقول نسيت محال 2012 خرجت من ليكول خويا فرسازور وصلت للدار قبل لي واحد قال لي واش جمال ما فهمتش كي شدو حسيت واحد السونتيمون بيزار جات لي يما رات لي بابا كرا ولا للدار لا لا امبوسيب سي با فري دابري 12 سنة سمحت في وليدك مالغري صغير وعايشتو في محنة كنت على بالك بلي وليدك راه في معاناة لو سول في صحابو لي ما يقدرش يهضر على البابات وعلاش خليتني نعرف واش معناتها لا دولور نورمالمون الضحكه ما تروح ليش مصر لو كونترير نهار اللي رحت الدار سينيت كونترا مع المالور راح الكو غير الظلمه راحوا لي كولور بزاف لي كيستيون بوزيتهم لو ما جاوبنيش قال لي الدنيا لعبت بيا وليدي ما تلومنيش سفري غلط كي رحت عليك بالك ما تسمح ليش البيت تاعي شوفك خطرا بعد نموت معليش تالمو قاسني خزرت معاه صد الدمعة تسيل ايماجيني قصرة طويلة سهرنا قاع الليل احكيلي صوالح ست ندمت عليك برت بلا بيه سي فرصة قلبي كل ما يخبط كان يخمم فيه كان على باله ما مبلو طارو نقعد مقيوس لاباز تاعي هو صغر دوماج كان مخصوص اون في الوقت يجوز وتشوف لي بليسير مرسومين في طابلو كبير وين لي بون مومو ممحيين مور كل فرحة خسارة دايما كاين بك يا تريب في كل طلعة دايما تكون كاينة هبطة تعيب ما تلومنيش واذا خرجت من ليسي ا 18 كنت حاب نشوف لافاك نعيش نبدل الموفمون معليش ما وصلتش ما شفتهاش الدنيا ما كاتيب كتبت لي شوف الزنقة ونعرف قاع واش فيها عيب كونكلوزيون ديديكاس لكاع مي فرير يا على حباب Yeah, mon histoire. Yeah. Oh. Yeah.